واضح جدا ان الانديه اللي كانت موجوده النهارده في اتحاد الكوره وكل يعني الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه المضروره من تطبيق نظام دوري المحترفين، سميه بقى دوري الممتاز به، دوري الدرجه الثانيه، ايا كانت المسميات ايه، ان هم بيحاولوا يمارسوا كل الضغوط الممكنه على اتحاد الكوره انه يخرج بقرار بالغاء دوري المحترفين اللي تم اختار كل الأندية قبل بداية الموسم بتطبيقه منذ بداية أو بداية من الموسم القادم. يعني والله أنا بشوف بغض النظر مين اللي مضرور، وكلكم عارفين إن أنا راجل يعني دايما قلبا وقالبا مع الانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه، لكن انا بقول بعيدا بقى عن القانون، لان دايما هيقول لك ايه، ان القانون بيقول ان من حق الناس ان هي تعقد جمعيه عموميه وان هي تاخد قرار بكذا كل الكلام ده، دي الردود اعرفوها كده من قبل ايه، من قبل ما تسالوا. لكن انا بقول اي مسؤول يطلع بفكرة وما عندوش آلية التنفيذ على الأرض وما عرفش ينفذها بعد ما أعلن عنها لازم يعتذر عن منصبه، يستقيل يمشي. الموضوع مش موضوع أنت هتقعد على الترابيزة وهتصوت تقول أنفذ ولا منفذش، أنت أوريدي أعلنت أن أنت هتنفذ. اي مسؤول تاني بيخرج بفكره ويعشم الناس، ما خلي بالكم في ناس النهارده كانت بتلعب زي المنيا والاتصالات مثلا، بيلعبوا كانوا بيموتوا بعض على ايه، على مين هيخش في دوري المحترفين، صح؟ الماتش خلص 5-4 باين، ما اعرفش ولا خلص كام، 5-4 الاتصالات والمنيا. النهارده انت اقمت بطوله بنظام وناس اشتغلت بنظام وناس نفست وصرفت بنظام، وبعد كده في الاخر انت ما عندكش آلية التنفيذ على الارض، يبقى لازم تقعد في البيت. ما تستحقش ان انت الكرسي اللي انت قاعد عليه ما تستحقوش. ده رأيي. ده رأيي بكل صراحة. انا ما اعتقدش ان اتحاد الكورة يعني بعد ما اشتغل لمدة موسم كامل واخطر الاندية مسبقا قبل بداية الموسم بنظام الدوري ونظام الهبوط ونظام البقاء او الصعود سميها لدوري المحترفين، واعلن للجمهور المصري ان الدوري السنة الجاية دوري الممتاز به او دوري المحترفين هيكون من مجموعة واحدة من 20 فريق، ما اعتقدش انه هيرجع في كلامه ابدا. هتقول لي بقى الاستاذ خالد الدرندلي قال اصله قال لنا او بتاع، انا بقول لكم ان اتحاد الكره لا يمكن يعمل كده، لا يمكن، لا يمكن بكل بساطه. والموضوع تاني ما حدش يجي يقول لي اصل احنا قعدنا على الترابيزه والتصويت قال كذا، انت مالكش حق التصويت اساسا، لان انت اوريدي اعلنت نظام المسابقه واخترت الأندية بنظام المسابقة. الحاجة الوحيدة اللي ترجعك ان انت تبقى خايف ان انت تتحل، ساعتها يبقى احسن ان انت تمشي. انا النهاردة معرفش اقولها لكم ازاي، لكن انا النهاردة اخدت قرار صح، اخدت قرار ان انا اتجوز او انا متجوز، صح؟ لو جه في وقت من الاوقات انا قلت ان انا خلاص انا خدت قرار ان انا متجوز ومكمل مع مراتي، صح؟ وجت مراتي بعد كده قالت لي طلقني، وانا فضلت قاعد معاها متجوزها غصب عنها، ابقى انا مش راجل.
كما بيحصلش يعني دلوقتي، ولكن ما بقى انا مش راجل. هو ده نفس النظام بالظبط. انت راجل خدت قرار، القرار ده خدته واعلنته ان انت في دوري محترفين من مجموعه واحده من 20 نادي، صح؟ ما ينفعش تيجي بعد كده تقول اصل انا قعدت على الترابيزه وصوتت وقلت لا ان انا هلغي النظام ده. انت خلاص، انت لما عرفت ان انت الثقه تتسحب منك انت قعدت بالعافيه، زي الراجل اللي فضل ايه قاعد مع مراته غصب عنها قاعد معاها غصب عنها، هي بتقوله طلقني، هو بيقول لها انا هفضل متجوزك، ما يبقاش راجل في وجهة نظري يعني.